أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار تعليمية رائعة. فكرة السلسلة بنستضيف أحد الأبطال العالميين اللي بيحلل أحد أدواره الرائعة، وكل دور بنتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت بنستمتع بلمسات جميلة في عالم الشطرنج. يلا نشوف الفيديو. فيديو رقم 33 هنشوف فيه دور بارع بعنوان صاعقة من السماء. برغم ان الدور ده بين لاعبين مجهولين، الا ان خبراء التكوينات بيعتبروا ان هذا الدور له مذاق مختلف، بدءا من التضحية الاولى الشبيهة بالبرق واللي انشأت تهديدات بالمات، ثم التضحية التالية واللي ادت الى سجن العائلة الملكية، ثم في النهاية المسيرة المزفرة للبيدق السالك على لحن الافكار الالمعية. الدور ده مخصص للاعب اللي بيريد ان يرفع مستواه الشطرنجي، لانه بيلقي الضوء على مبادئ الاستراتيجية وبنشوفها بتطبق امامنا خلال مسيرة الدور وحتى النهاية. الابيض اخذ تفوق واضح في الافتتاح قبل ما يضرب ضربته الاولى، وفي وسط الدور تفوقه في الموقف جعل القطعة البيضاء القليلة بتقبض بكل قوة على الخصم، ثم قام بتصفية بارعة وكل القطع اختفت من الرقعة وتركت البيادق فقط، ولكن في نهاية الدور سهلت الفوز للأبيض. المتعة مضمونة لأن الدور بأكمله بيتألق باللمسات الفنية الساحرة التي لا يتقنها غير خبراء الشطرنج. الأبيض أندريك، الأسود داجا، بلجراد 1949، دفاع هندي الوزير. يلا نشوف الدور. D4 نايت F6 C4 E6 نايت F3 B6 G3 بيشوب B7 بيشوب G2 بيشوب E7. لو الأسود بلعبش بيشوب E7 ولعب نقلة زي بيشوب B4 check بيكمل بيشوب D2 بيشوب تيكس D2 check كوين تيكس D2 كسل نايت C3 نايت E4. الحصان الأسود بيهدد الوزير كوين C2 نايت تيكس C3. الموقف ده بيسموه فخ مونتسيلي. الأبيض بدل ما ياخد الحصان بيلعب نايت G5. الحصان مع الوزير طالبين تشيك ميت على مربع H7، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم من فيل G2 على فيل B7 ووراه الرخ اللي على الA8. والأسود باللعب الصحيح بيخسر فرق والأبيض بيفوز أو لازم يفوز. على أي حال الفخ ده وقع فيه كابابلانكا في الدور الثامن أثناء لقائه مع ماكس إيوي وخسر فرق، لكن الدور انتهى بالتعادل. ومن الطريف أن في الدور العاشر في نفس اللقاء كابابلانكا كرر نفس النقلات ووقع في الفخ، لكن المرة دي وهو قاصد وبرضه خسر فرق وانتهى الدور بالتعادل. وكابابلانكا بكده أثبت أن الفخ ده ممكن الأسود يتعادل بيه، لكن إذا لعب باللعب الصحيح. على أي حال في الموقف ده الأسود كمل بيشوب E7 كسل كسل نايت C3. الأبيض دلوقتي بيهدد أنه يسيطر على الوسط بأنه يلعب كوين C2 وبعدين يلعب E4، والفكرة دي بتخلي عمليا الرد الأسود إجباري وهو نايت E4، وبيكمل الأبيض كوين C2 نايت تيكس C3. الموقف ده شبه الموقف اللي كنا فيه من شوية وقلنا عليه فخ مونتسيلي، ولكن دلوقتي في تغيير جوهري لان الابيض اصبح في حالة تبييت. يعني دلوقتي لو الابيض لعب نايت G5 على اساس ان الابيض بيهدد بتشيك ميت على مربع H7 وفي نفس الوقت بيكشف هجوم من فيل G2 على فيل B7، فالاسود هنا هيكمل بانه يلعب نايت تيكس E2 تشيك، والملك لازم يجي في H1 بيشوب تيكس G2 تشيك كينج تيكس G2 بيشوب تيكس G5 كوين تيكس E2 والأبيض خسران قطعة، ولذلك في الموقف ده الأبيض بيكمل بي تيكس C3. ودلوقتي الأبيض له تهديدين، التهديد المباشر إنه يلعب E4 ويسيطر على الوسط، وله كمان تهديد تكتيكي بإنه يلعب نايت G5 ويبقى عنده التهديد بتشيك ميت على الـ H7 وفي نفس الوقت بيفتح هجوم على فيل B7 ووراه رخ A8 ويفوز بالفرق في النهاية، ولذلك الأسود لعب كوين C8. الوزير بيحمي فيل B7
ودلوقتي لو لعب الابيض نايت جي 5 الاسود هياخده بالفيل، وكمل الدور اي 4 الابيض بيهدد ان يلعب اي 5. لو الابيض في الموقف ده نفذ تهديده السابق بلعب اي 4 هيرد الاسود دلوقتي سي 5 وبيليها بنايت سي 6 وبعدين نايت اي 5، والاسود له لعب مضاد قوي، ولذلك في الموقف ده الابيض كمل اي 4 اي 5 اي 4 دي 6 نايت دي 2. الحصان بيتراجع الى دي 2 وبيمهد الطريق للنقلة اف 4، والتقديم ده مألوف في مثل هذا النوع من المواقف. وكمل الدور اي 5 الاسود بيتمسك بالمربعات السوداء اللي في الوسط اف 4 نايت سي 6. الاسود عبق قطعة وفي نفس الوقت بيهدد ان هو يفوز ببيدق دي 4 بعد اي تيكس دي 4 سي تيكس دي 4 نايت تيكس دي 4. ولذلك الابيض لعب بيشوب بي 2 بيلعب بدقه على دي 4 وبيوازن الضغط عليه من نايت سي 6. لو الابيض ملعبش بيشوب بي 2 ولعب على طول دي 5 الحصان هيتراجع لبي 8 وحياليها بان يجي في الدي 7 وبعدين في السي 5، وبكده الحصان هيحتل موقع امامي ممتاز وهيكون امن فيه عشان مفيش بيادق بيضاء على العمود دي او على العمود بي، ولذلك في الموقف ده الابيض كمل بيشوب بي 2. وكمل الدور بيشوب اف 6 الفيل بيكثف الضغط على بيدق دي 4 وبيدفعه انه يتقدم للامام، والابيض كمل اف تيكس اي 5 دي تيكس اي 5 وهنا الابيض لعب دي 5 نايت بي 8 بيشوب اي 3 روك دي 8. الاسود لديه قطعة واحدة بتدافع عن موقع الملك بينما كل قطع الاسود اتركزت في جناح الوزير، ولذلك الابيض قبل ما يهاجم في جناح الملك لازم يتخلص من هذه القطعة، وفعلا لعب روك تيكس اف 6 التضحية الاولى جي تيكس اف 6 كوين دي 1 نقلة ممتازة. الابيض له تهديد رهيب بان يلعب كوين اتش 5 وبعدين يلعب بيشوب اتش 3 بيهدد الوزير، وفي النهاية الفيل بيحتل مربع اف 5 وفي النهاية بمساعدة الوزير بيهدد ان ياخد بيدا اتش 7 بكش. لو الابيض ملعبش كوين دي 1 ولعب النقلة الواضحة بيشوب اي 7 بيهدد الرخ وفي نفس الوقت بيهدد بيدا اف 6 الاسود بيكمل روك اي 8 بيشوب تيكس اف 6 كوين جي 4 وبيليها بنايت دي 7، والاسود بيقدر ان هو يدافع بمعدل اسرع من هجوم الابيض، ولذلك في الموقف ده الابيض كمل كوين دي 1. وكمل الدور سي 5 الاسود بيقطع طريق الفيل الابيض لمربع اف 8 وبذلك يقدر يجي بالوزير لمربع اف 8 لمساعدة الملك في الدفاع. وكمل الدور كوين اتش 5 الابيض بيستكمل خطته والنقلة القادمة هيلعب بيشوب اتش 3 بيهدد الوزير، ولذلك الاسود لعب روك دي 6. الابيض كمل بيشوب اتش 3 بيكمل في خطته بيهدد الوزير كوين اف 8، والاسود بيكمل خطوط الدفاعية وبيجي بالوزير بجانب الملك عشان يقدر يدافع عنه بيشوب اف 5. الابيض بيستكمل خطته ودلوقتي بيهدد بكوين تيكس اتش 7 تشيك ميت كوين جي 7 نايت اف 3. الابيض بيستدعي الحصان عشان يدعم الهجوم نايت دي 7، والاسود بيستدعي حصانه اللي هيجي يدافع عن طريق مربع اف 8 وبعدين مربع جي 6 ويدعم الموقف تماما حول الملك، وفي نفس الوقت ماديا الاسود فايز بفرق، ولذلك الابيض لازم يهاجم بمعدل اسرع من دفاع الاسود بيشوب سي 1. الابيض بيهدد ان يلعب بيشوب اتش 6 ولو الاسود لعب كوين اتش 8 هياخد تشيك ميت في نقلتين كوين جي 4 تشيك كوين جي 7 كوين تيكس جي 7 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الاسود لعب كينج اتش 8. اذا الاسود ما لعبش كينج اتش 8 ولعب مكانها نايت اف 8 هيكمل بيشوب اتش 6 عاوز الوزير كوين اتش 8 كوين جي 4 تشيك نايت جي 6 اتش 4 وبيهدد باتش 5 ويفوز بقطعة.
ولذلك في الموقف ده الاسود كمل كينج اتش 8 وكمل الدور بيشوب اتش 6 كوين جي 8. الابيض بيهاجم سريعا قبل الاسود ما يلعب نايت اف 8 وبعدين نايت جي 6 ويدعم دفاعاته، ولذلك الابيض اتخلص من الحصان ولعب بيشوب تيكس دي 7 ودي نقلة جيدة، روك تيكس دي 7، وهنا الابيض نفذ التضحية التانية وهي نايت تيكس اي 5. النقلة دي هي نقلة الدور، الابيض بيضحي بالحصان والاسود لازم يقبله. لو الاسود ما خدش الحصان ولعب نقلة زي روك سي 7 هيلعب دي 6 عاوز الرخ روك دي 7. طبعا لو الاسود ما لعبش روك دي 7 واخد الحصان هيكمل كوين تيكس اي 5 تشيك اف 6 كوين تيكس اف 6 تشيك روك جي 7 دي 7 روك اف 8 دي 8 كوين روك تيكس اف 6 كوين تيكس اف 6 والابيض هيفوز، والتهديد الفوري ان يجي بالروك في دي 1 وبعدين روك دي 8 ويفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل روك دي 7 وبيكمل التفريع نايت تيكس دي 7 كوين جي 6 كوين تيكس جي 6 اف تيكس جي 6 نايت تيكس اف 6 بيشوب سي 6 اي 5 روك دي 8 روك بي 1، والابيض متفوق ماديا وهياخد كمان بيدق بي 6 وهيفوز. وكذلك في الموقف ده لو الاسود ما خدش الحصان ولعب روك اي 7 هيلعب كوين اتش 4 والوزير عاوز بيدق اف 6 والاسود ما عندوش دفاع والابيض هيفوز. وايضا في الموقف ده لو الاسود مش هياخد الحصان ويلعب روك اي جي 8 هيكمل روك اف 1 عاوز بيدق اف 6 روك اي 7 روك تيكس اف 6 روك اي جي 8 روك تيكس اف 7. وطبعا روك اي 7 ما يقدرش ياخد رخ اف 7 علشان الابيض هياخد بالحصان بكش للملك ولازم الاسود يضحي بوزيره، ولذلك الاسود بيكمل في التفريع ده بيشوب سي 8 وبيلعب الابيض كوين اف 3 وبيليها بكوين اف 6 تشيك والاسود هيتلقى المات. ولذلك في الموقف ده الاسود لازم ياخد التضحية ويلعب اف تيكس اي 5 كوين تيكس اي 5 تشيك اف 6 كوين تيكس اف 6 تشيك روك جي 7. لو جينا قارنا الموقف هنا هنقول ان الاسود متفوق برخ لكن الابيض مسيطر على الموقف تماما، روك اف 1 بيشوب اي 6 دي 6 بيشوب تيكس سي 4. الاسود بيحاول ان هو ياخد مادة على قدر ما يستطيع، دي 7 بيشوب تيكس اف 1. الاسود دلوقتي متفوق على الابيض ماديا برخين لكن موقفه ما يقوس منه، والابيض ابتدى في عملية التصفية النهائية ولعب بيشوب تيكس جي 7 تشيك كوين تيكس جي 7 دي 8 كوين روك تيكس دي 8 كوين تيكس دي 8 تشيك كوين جي 8 كوين تيكس جي 8 تشيك كينج تيكس جي 8 كينج تيكس اف 1. والاسود سلم لان الابيض وصل لنهاية دور بيادئ فائزة بمنتهى السهولة بالنسبة له. أرجو أنك تكون استمتعت بالدور ده، والتضحيتين أنهوا الدور لصالح الأبيض. ودلوقتي أقول لك إلى اللقاء في فيديو قادم مع دور رائع جديد.